السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي، إن شاء الله تكونوا بخير. ونقسم معاكم الأكلة تاع اليوم. اليوم درت الخبز تاع الدار، ودرت هذا الطخت، هذا اللي طخت زوج تاع لي طخت، فيها البرو، فيها العجينة المورقة والبرو والسلمون، الحوت السلمون والقشطة الطرية والفرماج، ودرت الحريرة. من بعد ندير شلاط، وهذه من بعد نوريها لكم طيبه مجهزه ان شاء الله. اللي عجبتكم الوصفه، اللي عجبتكم الطخ تاع اليوم، نديروها المره الجايه، نديروها الفرحه. المهم هذه سهله سهله بزاف بزاف، اللي عجبتكم وشحيتكم نديرها لكم انيكم. شكرا لصحه فطوركم اللي فيه. هنا هنايا نوريها لكم طيبه واجده. هذه هي تارتا بالسومو ولا السلمون، سهلة. وإذا كان عجبتكم نديروها في رحبة إن شاء الله، ومكانش مشكل، طيبوها في رحبة ونديروها كلشي، نوجدوها خطوة بخطوة إن شاء الله. نعطيكم الوصفة ونديروها خطوة بخطوة. هذا اللي في صحة فطوركم.